صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا مع دكتورة زينة خصوب، الدكتور بالسلوكيات البشرية والاستشارية. لقاء بجمعنا هلأ لنتابع موضوع الأسبوع الماضي معك دكتور خصوب. الموضوع الحساس جدا اللي بعتقد مثل ما قلنا الأسبوع الماضي يمكن بياخد حلقات وحلقات، ولكن كتير آخد من وقت كل الأمهات والأباء. وين ما منروح هلأ منسمع أنه هيدي أصعب فترة عم بيمرقوا فينا أولادنا، فترة المراهقة. أكيد دوبي تو تام نعرف قديش صعبة هيدي المرحلة، ولكن لما نعيشها نحنا الأمور بتصير هيك واضحة أكتر لألنا، صعوبتها بتصير واضحة أكتر لألنا. وأكيد الخطوات اللي حكيت عنها الأسبوع الماضي كتير مهمة، واليوم بدنا نحكي عن استراتيجيات نقدر ننفذها على الأرض حتى نقدر نكفي بدون ما نفقد أعصابنا. صباح الخير دكتور خصوب. صباح الخير. عم جرب انتقل كلمات انه مش حلو اقول دير الصليب على بكرة الصبح الساعة 9:30. حسيت انه عم بتنقل كلمات، يعني لان هي مزبوط هي فتره صعبه، يعني بيقطعوا فيها الاهل كثير، وبس ممكن تكون فتره كمان كثير حلوه. هلا بس نرجع ننقل على اللي صار واللي حكينا عنه جمعه الماضي، حكينا عن الصحه النفسيه تبع التينيجرز، وذكرنا انه في عدة محلات لازم نكون عم نركز عليها، هن يحسوا حالهم محترمين، يكونوا عندهم اكتيفيتيات بحياتهم، يكون في نشاط، يكون عندهم مسؤولية. وذكرنا كيف يكون عندهم مسؤولية، ذكرنا انه يكون عندهم كمان يكونوا انكلودد بالقرارات وبالاكتيفيتيز مع اصحابهم او انكلودد بمشاريع، يحسوا حالهم انهم بامان. وذكرنا شو يعني الامان، ويكون صحيا يكونوا عم ياكلوا مزبوط وعم يعرفوا شو اللي عم ياكلوه ويناموا، لانه ذكرنا قد ايه النوم مهم، والانتاجيه شو عم يقدروا يعملوا انتاجيه. وكمان حكينا كيف لازم نفسر لهم قد ايه بنحبهم بطريقتهم، يعني هن يفهموا هن بطريقتهم. هلا اليوم بدنا نحكي اكثر معي عن التقنيات لنقدر نساعدهم يطبقوا هالاشياء كلها. اول شيء انه يعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، يعني بنسميها talking it out. معي انت معي بعديك؟ نعم. لانه اوكي لأنه عم بأيد، لا عم بأيد كل شيء عم تقوليه. بتعرفي زينة معلم، ما زالك هيك سألتيني إذا بعدنا معك، أنت وعم بتقولي هي مرحلة كتير حلوة، رحت شوي بالأشياء الحلوة اللي أنا هلا عم بعيشها مع بنتي رغم صعوبة الموضوع. قد عم نتشارك كتاب، قد عم نتشارك كريمات، ميك أبات، بس توقف حدي بصير حسها أنه صارت بطولي. It amazes me. يعني أنا هولي ما كنت منتبهت لهم بتعرفي، يعني كنت مركزة بس على الأشياء الصعبة. لما قلت خلينا نقول أنه كمان هي مرحلة حلوة، رحت على هذا المطرح الحلو. بقى بشكرك من هيك، أنا هلأ ما قطعتك لأنه عن جد حتى تأثرت، يعني لأنه قديه ضروري الشخص رغم كل شيء عن جد يكون عم بفتش على الاشياء الصغيره الحلوه، انه لو قشطتني اياهم للميك ابات انه بس قد ايه حلو انه صارت انه عندها نفس الاهتمامات، انه هذا الشيء كثير حلو. ياس ليكي، هي هالمرحله فيها تكون من احلى المراحل بحياتك، فيها تكون من أسوأ المراحل بحياتك. صح. Most parents بتكون من أسوأ المراحل. هلا مش عم نقول انه هي مرحله صعبه، ما انا صعبه، هي مرحله صعبه. بس طريقه التعاطي مع الاهل، يعني الاهل بده يكونوا هن مرتاحين كثير كثير كثير، وهن الاهل ما هم مرتاحين. يعني يجوا للاهل، اهل المراهق بيكونوا بالاربعينات او بالخمسينات،
بيكونوا هن تعبانين، هن بيكونوا بذروة عملهم، بالوضع الاقتصادي اللي نحن عايشين فيه بلبنان كمان منه هين، كل صح. واحد بيبقى تحديات بقلب عيلته. بقى أول شغلة وقلتها هديك المرة قبل ما ختمنا، هديك المرة قلت إنه الولاد هن رح يعلمونا أكتر ما نحن حنعلمهم، بس رح بيج تايم. يعلمونا عن نفسنا. عن حالنا. هل يا ترى نحن مستعدين نتعلم عن نفسنا، ولا نرفض هالفكرة لأنه نحن وقديه منشوف مراهقتنا فيهم صح وكيف كنا نحن بعمرهم، بس منشوفها انا يعني بوعي الكوبينج ستراتيجيز اللي لازم نتبعهم لحتى نقدر نقطع هيدي المرحلة بأقل خسائر ممكنة. شو هي زينة؟ أول هن واحد. كتار او هني سبعة سبعة؟ سبعة سبعة كأنها ما كتير. تزبط وحدة. لحظة بتبلش اي لحظة أول شيء أول شيء هي talk it out، يعني قد ما يكون في مشاكل بين الأهل وبين الأولاد لازم ينحكى، يعني لازم يصير في تواصل ولازم يصير في حكي، اوكي وهالحكي نتيجته مش كل واحد بيروح على أوضته، نتيجته إنه يكون في ينزل الصوت العالي، يصير في تفاهم على نقطة أو اثنين. يعني إذا ما فينا نوصل ل problem solving لكل المشاكل يلي على اللي عم نتداول فيها، على القليل نوصل ل one thing or two things، ودائما نختمها ب what's going on positively. يعني أوكي سو اوكي ما عم بتخليها تظهر مثل ما هي بدها، او شو عرفني، ما عم بتخلي يدخن بركي، او كل هول الاخبار اذا عرفنا انه عم بيدخن، اتليست تو توك نوصل لنتيجه انه وات از وركينج، شو الاشياء اللي عم تمشي معنا، ونختمها دائما اون ا بوزيتيف نوت. اوكي هي اول شغله. ثاني شيء، وقت واحد بس يكون الموضوع كتير 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 مأزم، الأهل لازم ياخدوا بريك والولد لازم ياخد بريك، مثل ما واحد هني وصغار إنه just take some time off to cool down، ياخد بريك كل واحد لوحده ويرجعوا يجتمعوا بعد 15 دقيقة، مش نأجل المشكل to pause it. ايه بازت بحدة المشكل، لأنه بالتينيج لايف هني شو بيصير معهم؟ هن هرموناتهم ما بيقدروا يسيطروا عليها، واوقات بيكونوا بتقولي واو صارت بنت راشده، يعني صار عمرها اوف بالعشرينات، كانه عم تصرف بالعشرينات، وتاني نهار بتصير كانه عم تتصرف كبنت عمرها 5 سنين. بيبي هذا شيء كتير نورمال، لانه هن بيقطعوا بهالفلكتويشنز، بس بيقطعوا بهالفلكتويشنز من 13 ل 19، يعني مش انه نهار ونهارين هلا بيصيروا احسن with time، بس هني اوقات ما بيقدروا يسيطروا على حالهم بقى، وبيقطعوا بهالهرمونز تبعولهم، ممكن يسببوا لهم اكتئاب، يمكن يسببوا لهم انكزايتي كتير قوية، يمكن سو نحن كأهل دورنا نفهم هني وين بقى بذروة المشكل، وقتها بدهم يأذوا حالهم لازم ناخد باوز وكل واحد يروح لمحل ونرجع نجتمع ونحكي. بقى أهم شيء ما يوقف الحكي بين الأهل وبين الولد، كرمال صحته النفسية وكرمال الصحة النفسية تبع الأهل. اوكي تالت شغلة، بس نقول إنه يكونوا أكتيف، الأكتيفيتي لازم تكون لشيء هن بحبوه. مش ضروري انا اذا قررت انه اولادي لازم يلعبوا تايكوندو يعني اولادي لازم يلعبوا تايكوندو. كثير مهم انه الاكتيفيتي اللي بدهم يعملوها تكون اكتيفيتي بيعملوها، وبس يعملوها لازم تنعمل على القليله 3 أو 4 مرات بالاسبوع، لانه بس يعملوا الاشياء اللي بتحبوها وهن بيقدروا يركزوا عليها، هن نفسيتهم حتصير more controlled، يعني اوكي الهرمونز تبعهم are gonna be more controlled، ما بيعودوا يروحوا على السلبية
مثل بيروحوا شوي اكثر على الايجابيه. هلا ما فينا هون ننسى انه المراهق بيبقى عنده ساركازم، يعني بيبقى عنده بينكت على كل شيء، والتنكيت تبعه ما بيفهمه، مش من جيل تنكيت الاهل، فيمكن الاهل يفهموا انه هيدي قله احترام. بقى كمان لازم نفهم الولد يلي عنا اياه، اكيد قله الاحترام مش مسموحه بولا محل، لا من الاهل للولد ولا من الولد لاهله، بس لازم ينحطوا رولز. شو هن؟ شو يعني قله احترام؟ يعني يمكن انا اعتبر انه اذا قال كلمه نابيه معينه انه هيدي قله احترام، يمكن هو ما يعتبرها انه قله احترام. So نستوعب انه في اختلاف اجيال، يعني هيدي نقطة بعتقد مهمة كتير. هي في اختلاف اجيال اكيد، وفي كلتشر مغيره، اكيد وفي البلاد تبع البيت. يعني مرات كتير، يعني بمثل بسيط مثل انه انا كان عمري مثلا، انا هاي بقولها كتير لاولادي، انه انا كان عمري 20 سنة وانا اشتغلت وطلعت حق اول تليفون الي. بس برجع بفكر انه على ايامنا ما كان في تليفون اصلا، يعني انه او موبايل، عم نحكي هون اكيد عن الموبايل، انه نعم. نحن لو كان في موبايل على ايامنا وقتها كنا بعمرنا اكيد كنا رح نكون قاعدين مثلهم، يعني قاعدين أكيد. ومسطلين واكثر وبعدين بعد. هي اللي قلتيها شغلة كثير مهمة، وي نيفر كومبير، ما بحقيقتنا. وكثير كثير 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 بشوفها بالأهل، صح، إن we all do that. يعملوا كومباريزن، إنه أنا بس كنت 20 أو أنا بس كنت 16، أو نحن بالجيل تبعنا كنا نعمل هيك. ما في واحد يقارن جيل لجيل، ما Not بيقدر applicable. ابدا. في قارن فالورات تقدري، في قارن قدرات، بس ما فيك تقارني شو كان بهداك الجيل وشو كنت انت تعملي بهداك الجيل وهني هلا شو عم بيعملوا. هيدا الشيء اكيد مرفوض كليا، وهني رح يرفضوه كليا. بقى ما لازم ابدا انه هيدا الموضوع ينعمل. هلا اوكي. حكينا عن الاشياء اللي بحبوها، خلينا نحكي شوي اكثر ريلي عن جد، انه على القليله معظم السنه يكون يعرفوا شو ياكلوا، ويعرفوا اهميه الرياضه واهميه النوم. شو يعني يعرفوا شو ياكلوا؟ كثير كثير اولاد هذا الجيل بياكلوا برا بكميات هائله، وما بيعرفوا، ما عندهم نو هاو ابدا عن التغذيه السليمه. يعني الاهل هون بده يلعبوا دور كثير كبير بانهم يعرفون على عده انواع اكل. والمراهق بيصير عنده رفض، اوقات كثير بتلاقي مراهق بيصير فيجيتيريان او فيجن كومبليتلي، لانه هن بياخذوا قرارات كثير عشوائيه بعدة أمور بحياتهم، منها النظام الغذائي. بقى أوقات كتير بصيروا بياكلوا عشوائيا كتير، وبينت كتير من الدراسات إنه تنظيم الأكل لعمرهم كتير مهم، لأنه بيأثر على نفسيتهم. يعني شو بياكلوا بيأثر على النفسية تبعهم. بس ما رح أعمله موضوع غذائي اليوم، بس اكيد لازم الدايتيشنز يلي عم يطلعوا معكم او انا في اطلع بحلقه كمان نحكي عن هذا الموضوع بالذات، شو لازم ياكلوا بالضبط. النقطه الخامسه هي، هل يا ترى بيعرفوا يستعملوا ريلاكسيشن تكنيكس؟ شو يعني؟ المراهق مثل ما حكينا انه الهرمونات تبعه بيتعبوا كثير وبيلعبوا كثير، بقى اوقات كثير بيصير كثير انكشس بسرعة، بقى ما بيعرف يروق حاله، ما بيقدر يروق حاله. بقى من الأمور يلي بنطلبها دايما إنه شيء بنسميه بوكس بريذنج، يلي هو طريقة التنفس، بتاخدي نفس على أربعة من المنخار، بتحبس النفس على أربعة، يعني 1 2 3 4، وبتعملي ريليس للنفس على من التم على أربعة. بس يقدروا مثلا، هيدي one relaxation technique، بس في كتير relaxation technique، في تكنيك تاني هلا بحكي عنها. دغري بتروقهم، يعني within 5 minutes بيروقوا ويفهموا اهميتها، لانه هن حيضحكوا على الموضوع، ما هن ما رح
يكونوا مبسوطين انه عم يعملوها، بس once ببلشوا يعملوها بيشوفوا حالهم انه هني كمان صح. اذا as simple as انه واحد يعد للعشرة، يعني انه يعد للعشرة او انه يحبس يلقط حاله يشد 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 على ايديه واجريه وبعدين يفلتهم، يرجع يعملها ويرجع يفلتهم دغري. اللي بيصير انه بالدماغ الدم يلي هو بالليمبيك سيستم يلي هو بقلب الغدة يلي بنص الدماغ دغري بيرجع بيجي على البري فرونتال كورتكس، وهذا بيساعده انه يرجع يروق دغري الشخص. بقى كثير مهم انه يتعلموا ريلاكسيشن تكنيكس، وهن بما انه عندهم تليفونات كلهم بيقدروا ينزلوا مديتيشن ابس او بريذنج ابس. الاهم من كل هولي هو الاهل، بس يشوفوا اهلهم كيف بيتعاطوا مع التوتر والاكتئاب. They model their parents. يعني يعني حاطيني اكزامبل، يعني اذا جيتي على البيت معصبه اول شيء عملتي قلتي لهم انا معصبه، طلعتي على البلكون ودخنتي سيجاره. يو ار رول موديلينج هذا الموضوع. بس انا جيت على البيت معصبه اني بدي اخذ 5 دقائق 10 دقائق لوحدي لروح، فايتة اعمل بريذنج او رايحه امشي ربع ساعه، او يعني وقتها يو موديل a positive behavior لإلهم هن they will باللاوعي imitate. باللاوعي راح يعملوه نعم ويرجعوا يبلشوا يعملوا. بتشوفيهم بعد شي سنة سنتين عم أكيد. يرجعوا. زينة للأسف دهمنا الوقت، هلأ ما بعرف إذا بدنا ناخد موعد للسبت الجاي كمان نكون عم نكفي أو بدك نغير الموضوع، لا بعتقد لازم نغير الموضوع لأنه أعطينا بس أكيد رح تكوني معنا وهالمرة إن شاء الله بالاستوديو. إن شاء الله بالاستوديو، الله رد. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك دكتور خصوب، ونحن دائما سعيدين بنصايحك، وعن جد اليوم انا ايدت كل شغله وهيك عم تعطيني دفوار كثير فعال، يعني انا بس هيك لكون عم بعطيك الحق وهيك واشكرك على الهوى من الاسبوع الماضي لليوم مع كل الاشياء اللي هيك سجلتها وايدتها. كثير مهم نكتب على فكره لانه مرات كثير هيك بنرجع لهم للامور اللي كتبناه هون. It made a slight difference. انه اوكي okay, it's a slight difference بس it's a difference. Thank you so much. نلتقي الاسبوع المقبل. فاصل قصير لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، ودكتور بيير جميل بروفيسور رح يطلع عليكم لنحكي عن امور كمان طبيه بتهم الكتار بعد البريك.